أعلنت مديرية شرطة الأنبار أن فريق عمل مختص ألقى القبض وفقا لمعلومات استخبارية على مجموعة تنتمي لداعش الإرهابي كانت تخطط للقيام بأعمال لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. وبينت المديرية أنه أثناء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى تنظيم داعش وقيامهم بأعمال إرهابية سابقا، من بينها الهجوم على مدينة الرمادي وكذلك الهجوم على مقرات للقوات الأمنية.